استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي. وننوه مشاهدينا بأن هذا المؤتمر يبث على الهواء مباشرة وينقل على موقع وزارة الصحة بخمس لغات مختلفة، كما يشارك في هذا المؤتمر الصحفي الإخوة الصحفيون بشكل مباشر من خلال المنظومة الإلكترونية. البداية مع سعادة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة، فليتفضل مشكورا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، أحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، أصلي وسلم على المبعوث رحمة العالمين. نرحب بكم جميعا في هذا المؤتمر الصحفي والذي نهدف من خلاله إلى اطلاعكم على كافة المستجدات للتعامل مع فيروس كورونا كوفيد 19 في مملكة البحرين. أولا نؤكد لكم أن تعامل المملكة مع هذا الفيروس يسير وفق خطط مدروسة تتناسب مع كل مرحلة، وكذلك هي تتجدد. الحكومة والكوادر الطبية لم تتردد أبدا في اتخاذ اللازم حفاظا على سلامة المجتمع، وتواصل عملها ليلا ونهارا من أجل صحة وسلامة الجميع. من خلال هذا المؤتمر بإذن الله إن شاء الله سأحب أن أؤكد على نقاط أساسية، وهي المسؤولية الفردية وأهمية الإبلاغ المبكر عن الأعراض حتى يقلل من المخاطر، وأسباب ارتفاع أعداد الحالات خلال الأيام الأخيرة، إلى جانب ضرورة تطبيق قرار إلزامية ارتداء الكمامات خارج المنزل في كل الأماكن والأوقات، وكذلك رفع الطاقة الاستيعابية اللي احنا نذكرها دائما في مؤتمرات ونؤكد عليها. أولا بالنسبة للمسؤولية، خلال المرحلة المقبلة مسؤولية أو المسؤولية الفردية ترتكز على استمرار الأفراد بالالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لتجاوز هذه الجائحة بنجاح وحماية نفسه وأسرته ومجتمعه. فأول نقطة هي أن هناك مسؤولية بتكون فردية ومهمة جدا مثل ما ذكرنا. ثانيا أدعو الجميع إلى سرعة الإبلاغ عن وجود الأعراض الخاصة بالفيروس، والتي ستسهم في سرعة عزل الحالة القائمة وتقليل أعداد المخالطين، وبالتالي سرعة علاجها وسرعة تعافيها بإذن الله. نؤكد على ضرورة الاتصال على رقم 444 فور الشعور بأي أعراض، كي لا تتضاعف هذه الأعراض وتأتي الحالة في وقت متأخر يصعب بعد ذلك على الطاقم الطبي حينها إسعاف هذه الحالة. ثالثا تتمثل أسباب ارتفاع أعداد الحالات خلال الأيام الأخيرة لعدم التزام الحالات بالتعليمات وتهاونهم في التطبيق السليم للإجراءات والتدابير الوقائية. من خلال الرصد اليومي لأعداد الحالات القائمة يتبين لنا ارتفاع في أعداد البحرينيين المسجلين كحالات جديدة. على سبيل المثال في يوم 16 أبريل تم تسجيل 28 حالة قائمة لمواطنين و11 لغير البحرينيين. في 14 مايو تم تسجيل 68 بحريني و358 غير بحريني. في 28 مايو شهر قبل كم يوم تم تسجيل 68 حالة لبحرينيين و358 حالة لغير البحرينيين. المعذرة 296 حالة لغير البحرينيين. ويوم أمس الموافق 2 يونيو تم تسجيل 179 حالة لبحرينيين و271 حالة لغير البحرينيين. هذه الأعداد نشوفها بالمقارنة أن الحالات لغير البحرينيين تضاعفت أو زادت في الأيام السابقة، ولكن وصلت إلى حد من عدم الارتفاع أو التوازن في خط معين، وبإذن الله إن شاء الله بيكون في هناك تراجع هذه الأعداد في الأيام القادمة. نسأل رب العالمين تكون هذه يعني النتيجة. ولكن يعني التغيير اللي موجود في الأرقام يعني في من 16 أبريل خلينا نقول 28 إلى أن توصل حالة اليومية للبحرينيين بالأمس إلى حوالي 179، فهذه فارق كبير
على مستوى يعني المواطنين البحرينيين أن ترتفع عندهم هذه الحالات. نتمنى أن نرى تناقص في هذه الأعداد خلال الفترة المقبلة إن شاء الله. أسباب الزيادة في أعداد الحالات القائمة من المواطنين هو من التجمعات الأسرية والاجتماعية خلال رمضان وخلال عيد الفطر والخروج لغير الضرورات. الأسواق مفتوحة والأماكن العامة الاجتماعية مفتوحة، ولكن وجدنا عامة مع الرصد أن أغلب الحالات كانت لحالات داخل أسرها، يعني يتجمعون أكثر من منزل أو بيت في زيارة بين الأخوان وغير الأخوان الأصدقاء والمجالس عامة المفتوحة. جميع هذه أسهمت في رفع هذه الأعداد اللي احنا رصدناها في الأيام الأخيرة. نجدد التذكير بأهمية اختصار التجمعات على التجمعات العائلية الصغيرة الساكنين بنفس المنزل والالتزام بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع ارتداء الكمامات أو الأقنعة أو أقنعة الوجه والالتزام كذلك بمعايير التباعد الاجتماعي. وجدنا فعلا في التجمعات الأسرية كذلك أن ما يراعى فيها لا تباعد اجتماعي ولا يراعى فيها يعني قضية السلام أو التقبيل أو الالتصاق أو حتى لبس عامة الكمامات. القصد التباعد الاجتماعي مطلوب حتى وقت التجمعات الأسرية اللي بتجمعون فيها. رابعا، ما تقرر من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا COVID-19 من توسيع لنطاق إلزامية ارتداء الكمامات وفق الاشتراطات والإجراءات التنفيذية اللازمة المتمثلة في التالي. أولا، إلزامية ارتداء الكمامات خارج المنزل في كل الأماكن والأوقات ما عدا أو أثناء قيادة السيارة. ارتداؤه أيضا عند ممارسة رياضة المشي، واستثناء الرياضات التي تتطلب جهد بدني شديد مثل الجري والسباحة وركوب الدراجات الهوائية. القصد فيها يعني أن يكون هناك مجال للتنفس أكثر، قد يكون غير مريح بالنسبة لاستخدام القناع أو استخدام يعني الكمامات، ولكن عند المشي طبعا الاحتراز كذلك بالتباعد الاجتماعي وكذلك لبس الكمامات. عند مقابلة أشخاص لديهم أمراض وظروف صحية كامنة أو من كبار السن المعرضين أكثر للخطر داخل إطار الأسرة الواحدة. إذا إحنا أحبائنا من كبار السن وأحبائنا من الناس اللي قد يكون عندهم بعض الأمراض اللي تؤثر على مناعتهم، من الأفضل طبعاً وليس من الأفضل، هم الضروري والالتزام فيه لبس كذلك الكمامات عند لقائهم. فإحنا حنا مو نتكلم فقط على التباعد الاجتماعي ولا على تجنب المصافحة والتقبيل والقرب، ولا كذلك التزامنا بلبس الكمامات عند هذين الفئات من الأشخاص كبار السن والناس اللي عندهم أمراض عامة كامنة أو لمناعتهم قليلة. ويأتي هذا القرار بعد المستجدات الأخيرة في أعداد الحالات القائمة المسجلة وللحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع. خامسا، تم رفع الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل والعلاج وفق الخطة التي وضعها الفريق الطبي للتصدي لفيروس كورونا COVID-19، وذلك لضمان التعامل بكفاءة مع كافة المستجدات وفق كل مرحلة من مراحل انتشار الفيروس. كما أن ذلك يأتي استمراراً للجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا COVID-19 والتعامل بكفاءة ومرونة عاليتين مع مختلف المستجدات. بلغت الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل والعلاج الآن 7187 سرير، ويبلغ الإشغال فيها حوالي 4884. كما بلغت الطاقة الاستيعابية لمراكز الحجر الصحي الاحترازي 3410، ويبلغ الإشغال منها حوالي 599. أود التأكيد أن الخدمات الصحية العلاجية من فحص وحجر وعلاج مستمرة بالمجان في مراكز الحجر الصحي الاحترازي ومراكز العزل والعلاج. إلى جانب ذلك، فالخيار متاح لتلقي خدمات الحجر والعزل وكذلك العلاج في القطاع الخاص، فإحنا أشركناهم وهم شريكين يعني شركاء مهمين بالنسبة لنا، وكذلك لإتاحة اختيار يعني مختلف للمواطنين إذا حبوا ذلك. فللأفراد الراغبين
وذلك على نفقتهم الخاصة. ولكن أؤكد مرة ومرتين وثلاث، الحكومة يعني تقدم هذه الخدمات بالمجان يعني مستحقينها. أشكركم جميعا وأذكركم بأن أبطال المرحلة المقبلة هم أنتم، عبر التزامكم بالمسؤوليات الملقاة على عاتقكم. كون هذا الالتزام يمثل حائط الصد الأول ضد الفيروس. شكرا على الاستماع، والآن سيكون معكم أخوي دكتور مناف القحطاني، استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري وعضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس الكورونا، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ به نستعين. شكرا سعادة الدكتور وليد المانع، وأنا يعني أؤكد على ما تفضلت فيه من أهمية الالتزام بجميع النصائح المقدمة من الفريق الوطني بخصوص كيفية حماية أنفسنا من فيروس الكورونا. طبعا كنا احنا كفريق طبي من ضمن التوجيهات اللي احنا دائما نسعى إليها من عودة الحياة إلى طبيعتها، ولكن مع التأكيد على المحافظة والاستمرارية في الإجراءات الاحترازية الشخصية والمجتمعية في التعامل مع هذا الفيروس. ومن هنا أحب أن أؤكد على أنها فعلا مسؤولية والتزام كل فرد في المجتمع، والوقوف جميعا صفا واحد للحفاظ على هذه الإنجازات اللي أنجزتها مملكة البحرين خلال الأشهر الماضية. وطبعا تأكيدا على مبدأ مسؤولية الفرد في المجتمع على حد السواء في الالتزام بجميع هذه القرارات، بالإمكان أن الواحد يمارس حياته الطبيعية قدر المستطاع، منها التسوق عند الضرورة والذهاب إلى العمل، ولكن بحذر واتباع يعني جميع الاشتراطات اللي وضعها الفريق الوطني من لبس الكمامة والنظافة الشخصية وغسل اليدين وعدم استخدام الأغراض الشخصية. وهنا يعني يخليني أتطرق إلى موضوع جدا مهم اللي هو الدخول الآمن المنزلي، اللي أنا الله سلمكم بتطرق إلى تقريبا 8 نصائح أقدمها. بإمكانكم أنكم تدربون أهلكم في البيت وأبنائكم على كيفية اتباع التعليمات المهمة. أول شيء عند الرجوع للمنزل وقبل لمس أي شيء، تأكد أنك تضع عزكم الله الأحذية إن أمكن خارج المنزل أو عند الباب مع ضرورة التنظيف والتعقيم. اثنين، وفر مكان خاص إن أمكن، مثلا صندوق تضع فيه جميع المقتنيات الشخصية الخاصة بك، وحاول تعقمها أو تنظفها طبعا، وعدم تخلطها بالمقتنيات الشخصية الأخرى. وهنا يعني يخلينا نأكد على أهمية أثناء التنظيف والتعقيم، يجب أن تكون بطرق يعني علمية ذات أسس سليمة، وهي ضرورة لبس الكمام والقفاز أثناء عملية التنظيف والتعقيم، مع ضرورة، وأكد هنا، مع ضرورة غسل اليدين. وهنا يخلينا نتطرق إلى كيفية لبس والتخلص من الكمام والقفاز. أول شيء عقب ما تخلص من عملية التنظيف، تأكد أنك عندك تخلص من القفاز أول شيء، وتخليه في كيس خاص، وبعدين تغسل يدك لمدة تقريبا 20 ثانية، وبعدين تنزع الكمام من غير ما تلامس أي منطقة من الوجه أو الأنف، وكذلك تخليه في نفس الكيس الخاص. وبالتالي آخر خطوة بتكون هي عملية غسل اليدين، وهذه من أهم النصائح اللي أنا أقدمها حق أي شخص يحاول يفحص فيه يعني يفحص الكمام أو القفاز. طيب بعد ما تدخل إلى المنزل وغسلت يدك، وأنت طبعا كنت خارج للعمل أو للتسوق، تأكد أنك أنت تبدل ملابسك وتخليها في مكان بعد خاص، ومن الأفضل بعد أنك تأخذ استحمام، وذلك التأكد من يعني سلامة النظافة الشخصية. النقطة الثامنة، تأكد أنك تنظف وتطهر الأسطح اللي دائما نلامسها بكثرة في البيت، مثل الطاولات، مقابض الباب والأثاث. وينبغي ترك العديد من أنواع المطهرات، إذا استخدمتها خلها تكون موجودة يعني فترة شوية طويلة على الأسطح. احنا نسميها دائما هذه نظرية ملامسة الأسطح، لتكون بعد وضع المعقمات أو التنظيفات على الأسطح تخليها فترة بروحها تجف مع الهواء، علشان التأكد من لو قدر الله الفيروس كان موجود على الأسطح فيتم التخلص من هذا الفيروس.
طبعا جميع هذه التعليمات اللي احنا قدمناها لكم اللي تعتبر جدا بسيطة ولكن مهمة جدا في هذه المرحلة، تدرب عليها وتخليها جزء من حياتك اليومية وتدرب فيها أهل بيتك، هي للحفاظ أول شيء على صحتك وعلى صحة من حولك، خصوصا لو كنت من الأشخاص اللي تعيش مع كبار المواطنين من أبهاتنا وأمهاتنا، ضرورة فعلا نحافظ على سلامتهم وصحتهم من حصولهم لا قدر الله إلى هذا الفيروس. هذا طبعا بالنسبة لجميع النصائح اللي حبينا نقدمها في هذه المرحلة من ناحية كيفية استخدام النصائح في المنزل الآمن. أما ما يتعلق إلى السؤال اللي تردد بخصوص علاج البلازما، أحب أؤكد أن الحمد لله تم إنهاء هذه التجربة السريرية، فحصنا أو دخلنا تقريبا 40 مريض في هذا الفحص السريري. الحمد لله الآن يتم تحليل النتائج من قبل مختصين، وتمت هناك زيارات عديدة من جهات مختصة لهذه البحوث للطمأنينة على مدى فعالية هذه العلاج، وإن شاء الله بعد ما نحصل على النتائج الفعلية من الجهات المختصة سوف يتم سردها للمجتمع. وفي الختام، كما أنه هو فيروس مستجد يرافق مع هذا الفيروس كذلك الكثير من الشائعات اللي تشوفونها منتشرة، وأحب أكد أن ضروري من الضروري فعلا أنكم تأخذون المعلومات من المصدر الموثوق. وسبحان الله ديننا يحث دائما على أن هي فعلا الوقاية خير من العلاج، فأنا أحب أكد أن اتباعكم لهذه الإجراءات اللي تكلمنا عنها اليوم بتكون هي كفيلة بالحفاظ على أمكم وسلامتكم، وخصوصا سلامة أهلنا من أبهاتنا وأمهاتنا معنا في البيت. وحافظ على نفسك وحافظ على أهلك سواء أنت خارج البيت أو أنت في البيت، وخلنا فعلا نكون ملتزمين في هذه المرحلة، لأن هي فعلا الالتزام مسؤولية كل فرد في المجتمع البحريني. وبالتالي يأتي هذا إلى ختام كلامي، وأوجه الميكروفون إلى زميلتي الدكتورة جميلة السلمان. شكرا جزيلا دكتور مناف. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أن أبدأ كلامي اليوم بالنقطة مهمة تكررت وذكرها سعادة الدكتور وليد المانع ودكتور مناف، اللي هي المسؤولية الفردية لكل شخص منا موجود على أرض مملكتنا الحبيبة. الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الموجودة واللي عممت في أوقات عديدة من الجهات الرسمية ووزارة الصحة للالتزام بها في جميع الأوقات مجمل، يعني على بتون جميعها، يعني لاحظنا تطبيق بعضها أو تطبيق جزء منها وليس تطبيقها جميعا. هذا راح يضيف إلى جميع الجهود اللي تمت على مستوى مملكة البحرين واللي على جميع الأصعدة واللي توجد فيها جميع الفرق في جميع الخطوط الأمامية اللي تشتغل على مدار الساعة لضمان وللحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، واللي هي أولوية قصوى للجميع وما في أي تهاون فيها، بل على العكس احنا في زيادة مثل ما تفضل سعادة الدكتور وليد، زيادة في عدد الاختبارات اللي نجريها للفحص والكشف الحالات المبكرة، حيث وصل في البحرين عدد الفحوصات إلى 330 ألف فحص، وهو بالنسبة إلى عدد السكان في مملكة البحرين تعتبر دولة البحرين هي من أعلى الدول اللي ممكن أنها قاعدة تسوي فحوصات للحصول على هذه الحالات في والوصول إليها في مرحلة مبكرة، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية سواء كان للعزل أو للحجر، وتوفير كل سبل العلاج والرعاية لجميع المصابين ومتابعة المخالطين وعزلهم في المراحل الأولية. وهذا يمكن كل هذه الإجراءات هي اللي ساعدت بالحصول حتى على نسبة تعافي عالية في مملكة البحرين مقارنة بدول المنطقة وبدول العالم، وهذا طبعا يرجع إلى عدة أسباب، منها الرعاية الصحية والتمريضية الموجودة، الفحص المختبري في المراحل الأولية، عزل المصابين، متابعة المخالطين، وتوفير البروتوكولات العلاجية والقيام بتجديدها مع ما يستجد في علاج فيروس الكورونا، مع يعني الجميع يعرف طبعا هو فيروس مستجد، والكل العالم على مستوى العالم في دراسات مستمرة من جميع الدول للكشف عن طريق الوقاية عنه أو الفحص أو حتى العلاج، وإن شاء الله احنا في مملكة البحرين مستمرين في تطبيق وتحديث هذه البروتوكولات للحصول على درجة تعافي عالية. بالنسبة للحالات القائمة
فعدد الحالات القائمة اللي تطلب وضعها الصحي العلاج هي 48 حالة، منهم 9 حالات اللي هي موجودة تحت العناية المركزة واللي يشرف عليها أخصائيين أطباء وممرضين ورعاية صحية متكاملة على مدار الساعة مع تطبيق اللي هو البروتوكول الوطني الموضوع مملكة البحرين، والذي مثل ما خبرتكم أنه يجدد طوال الوقت. بالنسبة للحالات المستقرة عددها 4875 حالة، منهم 4000 من المجموع اللي هو 4884 حالة. نسبة التعافي من جميع الحالات الموجودة عندنا إلى اليوم 7407 حالات، وهذه جميعها تعافت بسلام وممكن وخرجوا من مناطق العزل والحجر وراحوا إلى أهاليهم بسلام، وممكن أن يكونون معهم موجودين وضمن يعني ضمان صحتهم واختلاطهم بعوائلهم. مهم نكرر نفس النقطة اللي هو الالتزام بالقوانين الأساسية اللي احنا اللي تمنع انتقال الفيروس لأي شخص، لنا شخصيا، إلى عوائلنا، إلى المخالطين إلينا، حتى في أماكن العمل، وهي موضوع التباعد الاجتماعي. احنا ركزنا عليه أكثر من مرة، وفي ناس متجاوبه وفي ناس بدت يمكن إن هي يمكن ما تتجاوب في أوقات معينة، بس الأغلبية لازم تطبقها بمفهوم للمعنى، مفهوم للفكرة اللي هي إن الفيروس هذا احنا تكلمنا عنه أكثر مرة في يمكن المؤتمرات الصحفية السابقة وفي موجودة حتى على موقع وزارة الصحة، إن الفيروس يحتاج إن تكون قريب من شخص مصاب أو إن تكون تلامس إلى السطح يكون عليه الفيروس، مثل ما تفضل دكتور مناف، شلون الاعتناء وشلون نلتزم بالتباعد ومع التنظيف مع غسل الأيدي، وإذا في أحد كان مصاب أو عنده أعراض مشكوك حتى إنه ممكن يصاب لازم إحنا نكون عندنا بين المسافة متر إلى مترين. في هذه الحالة إحنا نحافظ على إن إحنا نصاب بالفيروس، نحافظ على القريبين منا، عوائلنا، سواء كانوا حتى لو كانوا بحالة صحية جيدة أو من أحبائنا من كبار السن أو اللي عندهم أمراض كامنة واللي يشكل هذا المرض عليهم خطورة وممكن يؤدي إلى زيادة المضاعفات ولا سمح الله هي تكون الوفيات. الالتزام بكل هذه التعليمات والاحترازات تكون جميعها مع بعض، يعني التزام نظافة الأيدي، لبس الكمامات، وإحنا التشديد على لبس الكمامات، لأن في هذه المرحلة لبس الكمامات راح يحافظ إذا أنا شخص مصاب أنا ما أنقله إلى الشخص القريب، أو إذا الشخص القريب اللي أنا موجودة معه ما ينقله إلي. بهذه الحالة وبوجود أقل شيء متر بين الأشخاص يتعذر على الفيروس إنه يعدي أو ينقل، بالالتزام بنظافة الأسطح ونظافة الأيدي. لو أي أحد منا يلتزم بهذا راح نقلل الإصابات إن شاء الله وما يكون في أي زيادة في الحالات في الفترة القادمة. مهم مثل ما تفضل سعادة الدكتور وليد ظهور الأعراض، الاتصال برقم 44، لأن ما إحنا نفضل إن نشوف الحالات في المراحل الأولية المبكرة للمرض ما يكون متقدم وفي مرحلة ما يمكن تقديم إلى المساعدة الطبية، فأي أحد يكون عليه هذه الأعراض اللي ذكرناها أكثر من مرة ويمكن الجميع يكون على علم بها، إلا تكون الكحة، ارتفاع الحرارة، صعوبة في التنفس، لازم الاتصال بأربعة أربعة على أساس يحصل الإرشاد المناسب إليه والرعاية الصحية اللي ممكن تساعده. وأخيرا طبعا نرجع إلى التأكيد على هذه التعليمات اللي تصدر بطريقة دورية ومستمرة، وبالإضافة إلى التأكيد على المسؤولية الفردية. المسؤولية الفردية جدا جدا مهم، مهما كانت في إمكانيات ومهما كانت الطواقم موجودة والطاقة الاستيعابية والاختبارات تكون موجودة لراح تكمل إلا بوجودكم معنا، مثل ما تفضل سعد دكتور وليد، هم أبطال المرحلة القادمة، هم أنتم الجميع، جميع من يعيش على أرض البحرين الغالية، لأن هذا اللي راح ينقلنا تعاون الجميع إلى المرحلة القادمة إن شاء الله وبزوال إن شاء الله المرض وتقليل الحالات. وأحب طبعا أختم بالحديث الشريف إن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهذا جدا مهم نأخذه في الاعتبار. شكرا جزيلا. شكرا للسادة المتحدثين على هذا الإيجاز الذي تفضلوا به. الآن سنأخذ أسئلة الزملاء الصحفيين الذين يتابعون المؤتمر الصحفي عبر المنظومة الإلكترونية. أول سؤال موجه للدكتور وليد المانع من الزميل الصحفي أيمن شكل من صحيفة الوطن. نشهد زيادة في حالات الإصابات من المخالطين عن العمالة الوافدة خلال الفترة الأخيرة، ما تفسير ذلك؟ زيادة عدد الفحوصات، وهل غير زيادة عدد الفحوصات طبعا، وهل طبقت البحرين بفتحها المحلات التجارية ثقافة مناعة القطيع؟
شكرا على السؤال. يمكن أنا أشرت في الكلمة بالنسبة للمخالطين فعلا صاروا في ازدياد خاصة من البحرينيين. هل هي السبب زيادة الفحوصات؟ طبعا زيادة الفحوصات ترصد طبعا أكيد رقم يعني أكبر، ولكن زيادة الأعداد مثل ما احنا ذكرنا بأن هناك في عدم التزام بالمعايير يعني والاحترازية اللي وضعت، والتجمعات اللي صارت عامة في رمضان وفي العيدها كان أثرها في الأغلب بحسب طبعا الفريق الطبي وما واجهه من قبل الترصد. فزيادة الأعداد كانت بعدم الالتزام أكثر من هي بزيادة عدد الفحوصات اللي احنا استخدمناها. ثقافة مناعة القطيع، مناعة القطيع هي يعني موجودة لبعض الفيروسات اللي نعلم منها طريقة انتشارها، والمناعة تكون للفيروس والأكثر تكون حق التطعيم اللي معطى، يعني تعطي التطعيم لفئة معينة وممكن يصير للفئة الثانية اللي ما استخدمت التطعيم كذلك ممكن يكون عندها مناعة، أو من إصابته بالفيروس بحيث ذي الفيروس يعني تكون داخل الجسم مناعة ضد هذا الفيروس وصير هناك في مناعة القطيع. هذه المفهوم ليس موجود الآن يعني، ولا احنا نقدر نتأكد منه بالنسبة حق فيروس الكوفيد 19، لأن في تغيير في أنواع كثيرة. يمكن بعد الأخصائيين كان دكتور مناف ودكتور جميل ذكروا ذلك من السابق، في لا مثل السترينز في أنواع معينة A و B و C، وفي لا ميوتيشن في تغييرات تصير لأكثر من 70 تغيير موجود لحد الآن رصد. فهذا ما يعطي ان هناك هذا الفيروس ممكن يكون له مناعه القطيع. فاحنا ما في هذا التوجه ابدا، بالعكس توجهنا بقوتنا في الفحص، توجهنا بتسطيح المنحنى، توجهنا بوجود عامه الطاقه الاستيعابيه المتوفره، وتوجهنا كذلك في الاثنين يعني في قضيه هذه الخدمات تقدم، ومثل ما خبرت وعي الناس عامه والتزامهم في المرحله عامه القادمه، التزام الفردي هو المهم جدا بالنسبة حق يعني التغلب على هذا المرض بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله. أبقى معك دكتور وليد. سؤال من الزميلة الصحفية تمام بصافي جريدة الأيام، يرجى توضيح الفرق بين المخالطين والعمالة الوافدة في التوزيع المتبع للإعلان عن الحصيلة اليومية للحالات القائمة، لا سيما أن من بين المخالطين هناك أيضا حالات لعمالة وافدة وأخرى مواطنين، فهل هذا يعني أن هناك حالات قائمة مجهولة العدوى، مجهولة مصدر العدوى ولا تعتبر من المخالطين؟ نعم، عند الرأس طبعا هناك في عدة أنواع، في يعني في المخالطين وفي اللي احنا العينات العشوائية اللي يقومون فيها طبعا الفريق الطبي يذهبون لبعض الأماكن وهذه عينات عشوائية، وفي بعض الأعداد تجي بالاتصال مباشر من 444 بحسب أعراضهم أو مخالطتهم أو شكوكهم عامة، وفي بعض الحالات محولة للمستشفيات الخاصة فكذلك يعني ممكن يكون رصد هذه الحالات. فقضية المخالطين نعم في مخالطين يعني من العمال الوافدة وفي مخالطين من البحرينيين. الفرق بينهم بأن أغلب المخالطين من العمال الوافدة هم مخالطين تم رصدهم مسبقا ووضعوا في يعني في الحجر، يعني أغلب العمال الوافدة اللي هم مخالطين يعني احنا رصدنا مثلا واحد موجب، إذا كانت حالته إيجابية نشوف جميع المخالطين القريبين منه ويتم الحجر عليهم، ومن بعدهم عامة نبتدي بفحص هذه الحالات بحسب أعراضها فيسمون عامة مخالطين للشخص عامة اللي كانت نتيجته موجبة. أما عامة البحرينيين فهم مخالطين ولكن وجودهم في المجتمع وفي منازلهم وليس مثل العمالة الأجنبية، فلعل يعني الرقابة على المخالطين من قبل العمالة الوافدة يكون الى حد ما اسهل، وهما اوريدي يعني خلينا نقول في عليهم ضوابط موجوده على العمال الوافده ليس مثل البحرينيين. اعتقد هذه يعني الفرق بين العمال الوافده في بالنسبه حق المخالطين وبالنسبه للبحرينيين. نعم. سؤال للدكتور سؤال للدكتور مناف من الصحفيه بدور المالكي من صحيفه البلاد، هل هناك حالات تم تسجيلها وكانت مصابه بسبب اختلاطها من خلال صالونات الحلاقة والمحلات النسائية والرجالية؟ طيب شكرا للأستاذة بدور. أنا أحب أؤكد أن رصد الحالات ليس لها علاقة بنشاط معين، ولكن هي لها علاقة بالتهاون باتباع الإجراءات، فما نبي نربط عدد حالات بسبب نشاط معين، لأن هي أنت متى ما أخليت واجبك في أنك تلتزم باتباع الإجراءات بيكون هو السبب، فهاي بيكون ردي للأستاذ بدور. سؤال للدكتورة جميلة من الصحفية يارا ناصر
صحيفة أخبار اليوم السعودية. ماذا عن بروتوكولات التعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنها استخدام دواء ريدمسفير ضمن الخطة العلاجية؟ شكرا جزيلا على السؤال. بالنسبة إلى التعاون مع منظمة الصحة العالمية، فعلا هو في اللي يسمى بسوليديتري ترايل، واللي كان فيها أكثر من دواء راح يستخدم كعلاج، احنا نسميهم هذه التجارب الإكلينيكية أو السريرية، وهذا اللي يطبق فيها أن مقارنة الأدوية المتوافرة لمرض معين على أساس يحددون هل هو فعلا راح يشتغل أو غير يشتغل أو ما يشتغل. طبعا هذه الدراسات موجودة على مستوى العالم، وفي أكثر من دراسة طلعت بين فترة أخرى، خصوصا في الفترة الأخيرة عدد الدراسات وعدد الإصدارات الخاصة بكوفيد 19 تتزايد مع اليوم، لأن مثل ما قلنا أن الفيروس جديد ومتغير والكل يحب يتعلم عليه. بالنسبة لدواء اللي هو رامديسيفير نفس الشيء، هو دواء مو جديد، هو دواء صار له أكثر من 10 سنوات موجود، جرب لأنه يعني يعمل على الفيروسز، وجرب في أكثر من نوع من الفيروسات السابقة وما كان له كفاءة معينة، يعني ارتأوا الأطباء والعلماء إن تجربته في مرض الكورونا اللي هو الكوفيد 19. فبعض الدراسات الأولية اللي أصدرت ويمكن سمعنا عنها كانت في الولايات المتحدة الأمريكية، اللي أثبتت إن هذا الدواء له نتيجة في تقليل عدد الأيام اللي يكون فيها المريض موجود في المستشفى، اللي هو إحنا نقول درجة الشفاء تكون أقل ب3 إلى 4 أيام في حالات التهابات الرئوية اللي تكون تقريبا متوسطة أو شديدة. وإن شاء الله بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في هذه التجربة راح نستخدمها في مملكة البحرين. شكرا دكتورة. سؤال من جمال الياقوت، مدير مكتب صحيفة الجزيرة في البحرين، موجه للدكتور وليد. أعلنت مملكة البحرين بأنها أحرزت تقدم في التصدي لمكافحة جائحة كورونا كوفيد 19. نود معرفة ملامح هذا التقدم، وهل تم استخدام أساليب جديدة في التصدي لهذا الوباء؟ نعم، طبعا ملامح هذا التقدم، البحرين صار في عندها تميز جدا بالنسبة لقوة الفحص وترصد للمرض، هذا لعل احنا نتميز فيه في البحرين ومصدر قوة بالنسبة لنا، يبني عليه أكثر الخطط اللي موجودة للتصدي لهذا الفيروس. فالفحص في البحرين وصلنا الآن ل 330 ألف تقريبا، وهذا رقم جدا جدا كبير، وهذا يسهل علينا ترصد المرض وانتشاره عامة، وعلى أساسه تقدم الخدمات اللازمة. من الأشياء اللي تميز فيها في البحرين كمتقدمين أن احنا الحمد لله الخطة اللي وضعت مسبقا للطاقة الاستيعابية كانت مقدرة الحمد لله كبير، وعلى ذي الأساس احنا كل مرة يعني نستخدم على حسب الخطة المسبقة. فالطاقة الاستيعابية الموجودة عندنا، أتكلم عن طاقة العزل، طاقة الحجر، طاقة العلاج، جميعها عامة مواكبة وأكثر من ما هو متوقع، وإن شاء الله يا رب غير علينا في ذي الموضوع. قوة البحرين وتقدمها في العلاج، من بداية عامة العلاج أو بداية عامة التعامل مع المرضى كانت الخطة العلاجية مهمة، وهذا يعني يرجع الفضل كذلك للمتخصصين والاستشاريين اللي يقدمون لنا بروتوكولات يعني عالمية مشهور فيها على حسب الدراسات العلمية وعلى حسب عامة يعني خدمته، وتكون كذلك يعني آمنة للناس. هذه نتج عنها نسبة تشافي كبيرة جدا في البحرين، فالحمد لله بالعامين التقدم المرصود بحسب النتائج، ما نقول احنا والله كلام من غير عامة يكون في، لا، في هناك نتائج موجودة على أرض الواقع في قضية التعامل مع هذا الفيروس، وما زلنا الحمد لله احنا من الدول يعني اللي فيها تسطيح، والحمد لله ما صار في أي زيادة بالنسبة حق الأعداد بحيث أن ينهار فيها النظام الصحي. نظامنا الصحي ما زال الحمد لله قائم من دون أي مشاكل، الحالات العادية والحالات الكوفيد يتم علاجها في نفس الوقت. أعتقد أنا لو بأتكلم عن يعني التقدم اللي تم إحرازه بمنهجيته عامة بالدلائل كذلك العلمية، يعني بيكون شامل لمملكة البحرين، والحمد لله يعني هذه نعمة الله تفضل فيها علينا، وعلى يعني إن الله أعطانا قيادة كذلك يعني مهتمة في 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 هذا البلد، وفريق الحمد لله وطني يعمل بكل جد يعني واجتهاد. لله الحمد. سؤال أيضا من الصحفية فاطمة علي، صحيفة أخبار الخليج، موجه للدكتور مناف، وأعتقد هو يسير في نفس الاتجاه اللي كان يتفضل فيه سعادة الدكتور وليد. في ظل التطور غير المسبوق للوضع الصحي المحلي وما تشهده الأيام الماضية من ارتفاع بأعداد المتعافين من فيروس كوفيد 19، البعض يتساءل عن البروتوكول العلاجي الذي يطبق من قبل الفريق الطبي البحريني لتحقيق هذه النتائج الإيجابية، وهل للفريق اجتهادات طبية وطرق علاجية خاصة أسهمت في تحقيق النتائج؟
بعد أود أشكر الأستاذة فاطمة على هذا السؤال المهم. نعم فضل الله سبحانه وتعالى نسبة المتعافين في البحرين يعني تقدر بنسبة 61%، اللي هي حسب آخر أعداد عندنا 7407 متعافين خرجوا من مراكز العلاج اللي عندنا، وربي لك الحمد يعني حتى هي نسبة تفوق عدد الحالات القائمة أو الحمد لله حتى عدد حالات الوفيات. نعم هناك يمكن خمس نقاط اللي ممكن أنا أتكلم فيها اللي أدى إلى يعني حدوث نسبة شفاء تعتبر عالية بحجم مملكة البحرين. طبعا نعم هناك بروتوكول علاجي وضع من أوائل يعني أيام التحدي، ويتم تحديثه بصورة دورية تقريبا أسبوعين يتم تحديثه على حسب المعطيات والمنشورات الطبية. يكون هناك تشاور شبه أسبوعيا مع المختصين على آخر وأهم التطورات اللي تكون في هذا العلاج، فهذه أول شيء حبيت أنا أقوله يعني بصفة دورية. الشيء الثاني اللي احنا دائما نسويه اللي هو يكون هناك اجتماع منسق أسبوعيا مع جميع الأطباء اللي يدارون علاج مرضى الكوفيد، تقريبا نسوي زوم ميتنج أسبوعيا نتحدث فيه على جميع الحالات، يكون هناك حوار ذهني يعني نتطرق فيه لجميع سبل وتحديث العلاج. طبعا الشيء المهم اللي تم تحديثه انه وضعنا آلية لعملية دخول المرضى وكذلك خروجهم، احنا نسميه الادميشن اوفيس والديسشارج بلانر تيم، هذا بعد يعني مهم جدا لتسريع عملية اخراج المرضى. وأحب أؤكد أن هناك فريق متخصص للتأكد من أن المريض اللي يخرج من مراكز العزل الصحية يكون وفق الاشتراطات، يعني حتى لو الطبيب أخرج حاول يخرج مريض هناك فريق يعني يتحقق من جميع هذه المعلومات. وأحب بعد يعني أختم في هالكلام أن كذلك هناك بحوث طبية يعني البحرين الحمد لله ساهمت فيها، عندنا أكثر من بحث طبي سنقوم يعني عرضه، وهذا بعد يؤكد على أن هناك فريق مختص أثناء هذه الجائحة، وأحب أؤكد على هذه المعلومة، فريق مختص فقط لما يعني يتخصص في آخر ما طلع من معلومات مهمة بما يخص فيروس الكورونا. فهي عدة عوامل فعلا أدت إلى خروج نسبة كبيرة، وإن شاء الله بحول الله سوف تسمعون الأيام القادمة يعني نسبة المتعافين بتكون مستمرة، وإن شاء الله يعني يد بيد نتخطى هذا التحدي بإذن الله. سؤال من الصحفي سدراج من صحيفة أو من ستار فيجن نيوز، سؤال لك دكتورة جميلة لو سمحتي، هل لا يزال دواء هيدروكسي كلوروكين يستخدم في البحرين للمرضى المصابين بكوفيد 19؟ يعني هاي في كثير من الكلام عن هذا الدواء، ما هي الأعراض الجانبية له؟ شكرا جزيلا على السؤال. أعتقد يمكن صار حديث في الفترة الأخيرة على المستويات العلمية، طبعا هذا مو مستوى مملكة البحرين، على مستوى المنطقة على مستوى العالم، مع وجود الدراسات اللي احنا قلنا تتسارع وتيرتها في الأيام الأخيرة على أساس معرفة أكثر معلومات عن المرض وكيفية علاجه. من الأدوية كثر عنها الحديث في الفترة الأخيرة اللي هو دواء الهيدروكسي كلوروكوين. طبعا هو دواء الهيدروكسي كلوروكوين للعلم طبعا احنا استخدمناه سنين عديدة، هو ليس بدواء جديد، واستخدمناه لأكثر من نوع من الأمراض، نوع من الالتهابات اللي احنا نسميها الاوتو اميون ديزيزز اللي هي للمناعة، واستخدمناه حق أمراض الملاريا، ويستخدمونه المرضى وله أعراض جانبية. طبعا هو ما في أي دواء ممكن أحد يستخدمه، كل الأدوية في بطريقة عامة يكون لها أعراض جانبية، بس الأهم هو طريقة استخدام أي دواء. في الفترة الأخيرة كانت هذه الإصدارات العلمية كانت تتكلم عن المضاعفات الجانبية اللي لها علاقة باضطرابات ضربات القلب، اللي هي أكثر من دراسة ركزت عليها. واللي احنا شو اللي نقوله، مرض يعني هيدروكسيكلوروكوين لما نبديه لأي مريض، احنا في مملكة البحرين بالنسبة لبروتوكول علاج عندنا نعمل تخطيط أساسي للقلب لكل مريض قبل البدء. إذا المريض عنده مرض في القلب أو عنده نوع من الاضطرابات في ضربات القلب، أو أنه عنده مرض مثل ارتفاع الضغط، أو يأخذ أدوية لها علاقة بضربات القلب، هذا ما نبدأ على العلاج. فعندنا تحذيرات إحنا نأخذها لكل مريض، وطبعا من ضمن البروتوكول العلاجي نسوي تخطيط أساسي للقلب إذا شفنا في أي نوع من التغييرات بعد ما نبدأ العلاج، ما نبدأ له علاج الهيدروكسيكلوروكوين. الخطوة الثانية بعد علاج الهيدروكسيكلوروكوين، جميع المرضى في نفس اليوم نعيد تخطيط القلب، ويوم الثاني والثالث مدة اللي يكون فيها المريض على هذا العلاج احنا نتابعه على اساس نتاكد انه ما يكون فيه له مضاعفات جانبيه او شيء من هذا القبيل.
بالإضافة إذا قررنا إحنا البروتوكول العلاجي اللي طبقناه في مملكة البحرين كنا نستخدمه طبعاً في حالات معينة. وفي البروتوكول العلاجي الجديد اللي راح يطبق إن هذا يستخدم في حالات معينة اللي هي الحالات البسيطة جداً، لأن فعاليته في الحالات المتأخرة وهذا لم تثبت. في الحالات البسيطة في حالات معينة اللي ممكن تثبت وممكن تقلل الأعراض للمرض أو من تطور هذا المرض، وبيكون في دراسة مستمرة لي واللي احنا بدأنا بها من شهر فبراير من بدأنا استخدام الدواء في مملكة البحرين. وإلى اليوم مع المتابعة مع متابعة الجرعات، علما بأن الجرعات اللي أصدرت عليها أكثر التجارب واللي يعني ترجح أن فيه مضاعفات جانبية كانت جرعات أعلى من الجرعات اللي نستخدمها في مملكة البحرين. وإحنا بصفة مستمرة مثل ما تفضل دكتور مناف بمتابعة جميع المستجدات لتغييرها، بالإضافة إلى المشاركة في الدراسات الكلينيكية للتأكد بسلامة استخدام أي نوع من الأدوية، علما بقى يعني احنا نتكلم عن مرض الكوفيد ان ما في دواء خاص اليه، فجميع الادويه اللي تستخدم على مستوى العالم في جميع الدول هي ادويه تجريبيه مع ملاحظه الاعراض الجانبيه ومتابعتها من الطواقم الطبيه والمتخصصين في هذه الامراض. نعم. سؤال من الصحفي نوشاد من ترو كوبيز. سؤال لك دكتور وليد. وفقا للمقياس العالمي، هو يذكر أرقام، يبلغ إجمالي الحالات لكل مليون 7258 حالة في البحرين، هل تعد يعني مرتفعة للغاية كما يصفها مقارنة بعدد الحالات السابقة، وهل السبب التخالط الاجتماعي أو هناك أسباب أخرى؟ شكرا على السؤال. طبعا ارتفاع العدد لعدة أسباب ذكرناها من السابق، وفعلا يعني ممكن التهاون عامة وعدم الالتزام بالمعايير والاحترازية ممكن يؤدي إلى زيادة العدد، ولكن قضية نسبة وتناسب لما يقولك والله 7000 في المليون، فأنا ما أقدر أقارنها بأي رقم في دول أخرى، لأن لازم أقارن كذلك نسبة الترصد والفحص اللي تقام في هذه يعني في هذه يعني خلينا نقول في البلد. ففي مملكة البحرين عندنا 330,000 فحص، ما يقارن عامة بيمكن بعض الدول عندها 100 حالة ولا 1000 حالة وما أجرت إلا 1000 فحص أو ما أجرت إلا 3000 فحص عامة. فنسبة وتناسب لاحظنا إحنا كل ما نزيد الطاقة الاستيعابية أكثر حق الفحص فعلا نرصد أكثر، وهذا شيء طبيعي عامة لاحتواء المرض يكون أسرع أنك ترصد العدد حتى لو زاد عندك العدد. فإذا لما أقول والله في البحرين 7000 لكل مليون، هل هذا شيء زين مهب زين؟ هل هذا عدد عامة كبير بالنسبة نسبة وتناسب؟ لو كانت عندي مقارنة عامة مع غيري أنا يعني بنفس نسبة الفحص والأعداد في نفسها بقول والله نعم قد يكون هناك زايدة في البحرين، لكن لا أبدا، هذه البحرين هنا عندنا الترصد أكثر ونسبة الفحص عندنا كبيرة جدا، وهذه ميزة بالعكس حق مملكة البحرين أكثر عامة من غيرها. فما أقدر أقارن، بعض الدول يقولك والله ترى ما عندهم مرصدة ولا 1000 حالة 100 حالة، بسألهم سؤال ثاني كذلك كم كانت الطاقة الاستيعابية أو ما هي مقدار الترصد والفحص في هذه عامة الدول. ليست الأرقام اللي تعطينا يعني الحالة لكل بلد، يعني أنا والله رصدت 10,000 رصدت 20,000، ليست الأرقام هي من تعطيك لا، لكن قدرة هذا البلد عامة لتحمل هذه الأرقام مهمة جدا، مثل ما خبرنا الطاقة الاستيعابية، استمرارية الحياة العادية، عدم انهيار النظام الصحي في البلد مهم جدا. فهي ليست تقاس عامة يعني الأرقام بزيادة والله هذا معناته أن هناك ما في إجراءات، قد يكون هناك الإجراءات بالعكس صحيحة وأكثر منها، وهذه الحمد لله بفضل الموجود في مملكة البحرين، فرصد كبير رغم كبير، ولكن في نفس الوقت لم ينهار الحمد لله رب العالمين القطاع الصحي في التعامل مع هذا المرض، وبالعكس رصد أكثر، وما زلنا إحنا يعني في تسطيح المنحنى من دون أن زيادات. فهذه يعني بس الجواب. إذن نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. كل الشكر والتقدير للسادة المتحدثين على ما تفضلوا به من إيجاز ورد على أسئلة زملائنا الصحفيين الذين أيضا نتوجه لهم بالشكر، والشكر موصول لكم مشاهدينا على المتابعة. قبل الختام لابد أن ننوه إلى ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله. خروك يا أبو خليفة. روك يا أبو خليفة.